اتبع شغفك. الشغف هو العنصر الوحيد اللي بيفرق بين إنسان بيوصل وإنسان ما بيوصل، لأنه الإنسان اللي بيوصل اللي هو بده إياه بيكون عنده شغف رهيب للإشي اللي هو بده إياه. شوف أنت مثلا ستيف جوبز، بيل جيتس، غاندي، مانديلا، هاي الناس، في ناس كان عندها شغف لتصنع شيء، في ناس عندها شغف لتسوي شيء معين في شعبها، في ناس كان عندها شغف لتخدم الناس. هذا شغف، شيء بينام وبيصحى وكل إشي بياكل هذا الإشي. شوف لعيبة الكرة، شغف وبينام كل لعيبة الكرة اللي وصلوا، تلاقي ماسك كرة قدم هيك ونايم فيها وهو صغير. ليش؟ شغف، باشن، كل فكره وكل طاقته، عقله الواعي واللاواعي بفكر بس بهذا الإشي. انا بستغرب من الناس بيجي بقول له مثلا اقرا او كذا، تعال نقرا كتاب او تعال اشتري كتاب او شغله زيك، بقول انا ما عارف شو اقرا. طبيعي ما حتعرف شو بتقرا لو انت ما بتعرف شو شغفك. لازم تعرف شغفك، وعشان تعرف شغفك هذا في طريقه سهله جدا لإله، ولكن لازم تبدا بالطريقه هاي لتوصل لإله، لانه بوعدك ما حدا حيدق عليك الباب ويقول لك خذ شغفك. لازم انت تدور عليه وانت تعرف شو اصلا. الانسان اللي بيعيش حياه بدون شغف زي بالضبط 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 زي الانسان اللي بيشتري سياره جديده لانج 2017 او 2018 ممتازة وبيجي بوقف قدام البيت ما بيعبيها بترول وبقولها امشي. كيف بدها تمشي؟ وين بدها تروح؟ حط فيها بترول، كيف بدها تمشي؟ محتاجة، محتاجة شغف لتمشي السيارة هاي. وانت هاي السيارة في الدنيا ممكن انت تكون موجود بس هيك في الباركينج، ما عم تعمل شيء، ما عم بتنجز اي شيء، ما عم بتفيد اللي حواليك، ما عم تستعمل المواصفات الخارقة اللي الله حطتها جواتك، لأنه انت ما عارف شو اللي بدك اياه، ما عارف شو شغفك، ما عارف شو دورك، ما عارف ليش الله سبحانه وتعالى اوجدك في هاي الدنيا. ما تقول لي وتقنعني انه الله سبحانه وتعالى اوجدنا كلياتنا في هاي الدنيا لنفس الاشي. طبعا ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اكيد، ولكن حتى العمل ما هو عباده، كل اشي بنعمله عباده اذا ابتغينا في وجه الله. فانت ليش موجود هون؟ هل انت موجود لتبرمج؟ هل انت موجود لتطير طياره؟ هل انت موجود لتخيط؟ هل انت موجود لتربي اولاد غير العالم؟ هل انت موجود لتسوي سوفت وير جديد؟ هل انت موجود لتبدع بأكل معين؟ شو انت موجود تعمل لهون؟ لازم تعرف شو شغفك، عشان بس تاخذ هذا الشغف حيصير عطائك وإبداعك بشكل رهيب. حلو كتير. عشان أعرف الباشن تبعي أو أعرف الشغف تبعي شو أعمل؟ أكيد لازم ورا وقلم. أول سؤال، لو صحيت بكرة وكان عندي 100 مليون ريال دولار في البنك، يعني المصاري بطلت تهمك، شو بتعمل؟ بتضلك في نفس الوظيفة؟ بتضلك في نفس الحياة؟ بتضلك في نفس البلد؟ شو بتعمل؟ شو الاشي اللي بتعمله بعد ما تشتري سيارات وبيوت وكل اشي؟ انسى الشغلات المادية، شو بتعمل بوقتك؟ رقم 2، شو الاشي اللي لما تعمله بيمر الوقت عليك بسرعة؟ يعني بتعمل ما بتحس بالوقت، تستمتع فيه، بتحس حالك بتبدع فيه، بتعمل فيه شغلات يعني ما بتتخيل حالك تعملها، بتنبهر من نفسك، شو هو هذا الاشي؟ رقم 3، لو طلبوا منك انك انت مثلا تيجي تكتب كتاب، وانت زلم بتكتب كتب بشكل رهيب، يعني انت عندك مهارة بالكتابة، عن شو بتكتب؟ شو الموضوع اللي بتكتب؟ تكتب مثلا عن الرياضة، تكتب عن الأكل، تكتب عن الخياطة، تكتب عن السواقة، تكتب عن عجال السيارات، عن شو بتكتب؟ شو الاشي اللي ممكن تكتب؟ لما تجاوب هاي 3 أسئلة حيطلع معك شيء in common، شيء متقارب بينهم. هذا الشيء المفروض يقربك لانت الاشي اللي شغوف، هذا الاشي اللي عندك شغف وانت شغوف لإله لازم تتبعه. ما بدي اقول لك ما تضيع وقتك، والدنيا فيها شغلات كثير لازم تعملها اكيد، والدنيا فيها مسؤوليات، ولكن ما احلاها انك تعيش بهاي الدنيا وتأدي مسؤولياتك وانت عم تعمل شغف. حلو كثير معتز الكلام. شو اعمل؟ رقم 1، لازم تاخذ قرار انك توصل لشغفك، وحسوينا الاسئله جاوبها وانتهى الموضوع. رقم 2، بس تعرف شغفك من الاسئله اللي مضت بدك تاخذ قرار، اكمل حياتي زي ما هي ولا اخذ قرارات معينه جذريه تغير مسار حياتي لإشي يرضي ربنا ويرضي. كون السبب لننشر السعادة ونفيد أكبر عدد من الناس.